الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجا أن العراق جاء ثانيا بقائمة أكثر الدول استيرادا للمقبلات التركية خلال 11 شهرا من عام 2021. وقال رئيس الجمعية خير الدين أوجاك إن المقبلات التركية قد زينت موائد 150 دولة وجلبت 207 ملايين دولار إلى تركيا في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من العام الحالي. وأضاف أوجاك أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمقبلات التركية، بينما احتل العراق المرتبة الثانية بقيمة مالية بلغت 28 مليون دولار. قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية يحيى آل إسحاق إن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران سيبلغ 10 مليارات دولار خلال العام القادم. وقال المسؤول الإيراني إن حجم التبادل التجاري مع العراق حتى 20 من تشرين الثاني الماضي بلغ نحو 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، وأن الجانبين يستهدفان مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري البيني. وبشأن حجم مستحقات تصدير الطاقة إلى العراق، بينا أن المستحقات متغيرة وغير ثابتة، وأن حجمها يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار، وهي في الغالب ديون حكومية بحسب قوله. وقعت وزارة النفط الحالية اتفاق المبادئ الأولية لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع إحدى الشركات الصينية. وقالت الوزارة الحالية إن الوزارة متمثلة بمصافي الجنوب وقعت عقدا مع شركة صينية لاستثمار مصفى الفاو بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمع البتروكيماويات، مبينة أن المشروع كلفته الاستثمارية تبلغ 7 مليارات دولار كمرحلة أولية، وسترتفع لاحقا إلى أكثر من ذلك ضمن مرحلته الثانية. ارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في أمريكا لا يزال مرتفعا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بسلالة إيميكرون المتحورة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا فيما يعادل 0.2% إلى 79 دولارا فاصلة 40 سنتا للبرميل، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي. كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 دولارا و79 سنتا للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب. أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بتحالف أوبك بلس لاستقرار أسواق النفط العالمية، وذلك قبل أيام من اجتماع للتحالف يعقد في الرابع من كانون الثاني المقبل. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن استقرار السوق النفطية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف أن بلاده حريصة على استمرار العمل باتفاق أوبك بلس لدوره في استقرار أسواق البترول، مؤكدا أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق.
ختام موجز، إلى اللقاء.